الباحثين والباحثات، بحب أرحب فيكم عن جديد. إحنا بسلسلة إعداد الاستبانة اللي أنتوا طلبتوها لأكثر من مرة، فأنا حبيت إنه نعمل قائمة، وهي القائمة نبلش فيها نشرح بالضبط شو يعني استبانة، كيف ممكن إنه أنا أشتغل على الاستبانة. هلأ أنا قلت لكم بالدرس اللي قبله إنه أنا لما بدي أعمل الاستبانة بدي أحط ببالي إنه تكون لغة الفقرات مفهومة واضحة، تحت كل محور من المحاور في تسلسل معين بدي أشتغل عليه، ما بدي أطرح تساؤل حول فقرة معينة مرتبطة بالمحور الأول وبعدين أروح أخذ فقرة من المحور الثاني وأحطها بالمحور الأول. هاي من الأخطاء الشائعة اللي بيسووها الطلاب. شغلة تانية بدها تكون ماشية بتسلسل، خلص بخلص البلوك اللي له علاقة بهذا الجزء بهذا المتغير، وبعدين بس أخلص منه بنتقل بشكل كامل للمحور الثاني للمتغير الثاني، يعني ما بيكون في خربطة. بعدين في واحدة من الأشياء كمان من الأخطاء الشائعة في إعداد، أثناء إعداد الملاحق الاستبانات، إنه الطالب قد يصيغ الفقرات بشكل مبهم غامض غير واضح. هون بيجي دور زي ما أنتم شايفين التحكيم. تحكيم يعني أنا بروح لأصحاب الاختصاص اللي لهم علاقة بمجال البحث تبعي أو تخصصي دراستي، وهم من أعضاء هيئة التدريس في جامعتي أو في الجامعات المختلفة. وقد يوجهني الدكتور إنه روحي يا باحثة أو يا باحث إلى المحكم واحد اثنين ثلاثة أربعة، أو نوع بدي من جامعات خاصة أو من جامعات حكومية، من جامعات داخل الوطن أو من جامعات خارج الوطن، من جامعات عربية أو من جامعات أجنبية. فإحنا منبلش نودي الاستبانة لأغراض التحكيم. هلأ عادة بالاستبانة طبعا في خطاب، هذا الخطاب إحنا منقول فيه إنه بدنا من حضراتكم إنكم أنتوا تحكموا لنا الدراسة. بنكون كمان عم نبعت، يعني عم نقول إنه هاي الدراسة مثلا على سبيل المثال، بنقول يعني لما بدكم تكتبوا خطاب التحكيم بده يكون خطاب التحكيم في عنوان، هذا العنوان حضرة الأستاذ الدكتور، حضرة الأستاذ الدكتورة مثلا المحترم، تحية طيبة، أنا بقوم كباحثة، بكتب تقوم الباحثة أو الباحث بإجراء دراسة مثلا على سبيل المثال بعنوان الكفايات اللازمة لأعضاء هيئة التدريس في التدريس أونلاين في الجامعات مثلا الخاصة أو في الجامعات الحكومية في السعودية، وذلك استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير أو الماجستير مثلا في المناهج وأساليب تدريس أو في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من كلية الآداب والعلوم التربوية أو من كلية العلوم التربوية مثلا في جامعة الملك عبد العزيز أو في جامعة القصيم أو في جامعة أم القرى أو في أي جامعة من الجامعات، في جامعة تونس، في أي جامعة. بعدين بكتب بقول ونظرا، يعني عشان هدول أعضاء هيئة التدريس، بقول ونظرا لما تتمتعون به من خبرة ومعرفة ودراية في هذا المجال، آملي فيكم التعاون، وأضع بين يديكم مثلا الاستبانة المرفقة لتحكيمها وبيان مدى ملائمتها للدراسة. وبعدين هنا أرجو من سيادتكم التكرم بقراءة فقرات الاستبانة وبيان مدى تطابقها مع الهدف، بتحقيق الهدف الذي وضعت من أجله، وملائمتها لأفراد العينة، وإن كانت لديكم أي ملاحظات يرجى إضافتها. وبنحط تحت اسمه، الرتبة الأكاديمية يكتبها، تخصصه، جهة العمل. ليه؟ لأنه أنا بعدين رح أعمل جدول، وهذا الجدول رح أحط كل اسم دكتور
رتبته الأكاديمية دكتور أماني دغلس مثلا، أو أستاذ دكتور فلان، تخصصه مناهج وأساليب تدريس، جهة العمل مثلا جامعة القصيم. هلا وهذا كلياته بعدين انا بدي افرقه بجدول، لانه بده ينشاف، بده ينحط بالملاحق، وبحط اسم المشرف وبحط اسمي انا كباحثه، وببلش بيكون في عندي ملحق ثاني. هذا الملحق بيكون باسماء المحكمين الاستدانه وجهه العمل، وبحطها، وبعدين باجي فيما بعد لا بطرح بين ايديهم اللي هي عنا اياها الاستبانه. ولاحظوا اعزائي اني انا بكتب، يعني راح اعمل لكم هلا شير، بكتب طبعا هون بتكون في عندي هي الاستبانه مثلا، هاي واحده من طالباتي، وباجي انا بحط المشرف، بعدين ملحق اثنين، هذا ملحق اثنين بده يكون نازل لتحت، بده يكون أسماء المحكمين، شوفوا كيف بعدين رتبتهم والتخصص وجهة العمل. بعدين باجي أنا هنا طلعوا ملحق ثلاثة الاستبانة في صورتها الأولية. دكتورة شو يعني في صورتها الأولية وشو يعني في صورتها النهائية؟ في صورتها الأولية إنه أنا هلأ وديتها هيك، أنا سويتها وديتها للمحكمين وهم عمالهم بيعلقوا بدهم يرجعوا لي علشان أنا أصلح بناء على كل محكم من هدول المحكمين العشرة تقريبا، وبعدين ببين التعديل قبل وبعد. بعدين بتطلع بصورتها الاستبانة في ملحق أربعة، الاستبانة في صورتها النهائية. نهائية لما هم يصلحوا لي عليها، وأنا نهائي خلص بمشي على التصليحات وبشوف بحطوا لي. بعدين طلعوا لاحظوا هي الخصائص الديموغرافية، البيانات الشخصية أولاً، المؤهل العلمي، التخصص العلمي، نوع المدرسة، سنوات الخبرة، حضر مجالات، هل في عنده شهادات أو ما في شهادات، إيش نسبة تقديمك مثلا خدمات التكنولوجيا المساندة. هي حطت مجموعة من الأسئلة لأنه بدها لغرض في دراستها. هلأ شوفوا كيف أعزائي لما تيجي تحطوا الاستبانة تودوها للتحكيم، بحط الفقرة هي محور، زي ما شرحت لكم في عندي محور عندها محور المعرفة بالتكنولوجيا المساندة مثلا الطلبة الموهوبين، حطت الفقرة الرقم وضوح، المحكم بده يقول لي نعم أو لا، درجة ملائمتها نعم أو لا، تنتمي للدراسة ما بتنتمي، تحقق الهدف ما بتحقق، وأيضا بترك لهم مجال تحت عنوان التعديلات المقترحة. ببلشوا المحكمين يقرأوا ويشوفوا طويلة الجملة مش طويلة، مبهمة مش مبهمة، فيها تسلسل ما في تسلسل، تحت مثلا كل محور من المحاور كررت أنا أو ما كررت، هل أنا تعديت على الخصوصية وأنا بكتب بالفقرات. بدي إياهم يجاوبوا في بعض الأسئلة، ممكن الباحث يعني يتعدى على الخصوصية أو يتدخل بإشي بالفقرة يضايق المفحوص ما يكتبش. فهاي من الأشياء اللي ممكن المحكمين يطلعوا لي عليها وبيبلشوا يكتبوا لي، وانا بروح لاستبانتي اللي انا عديتها وبقعد بقارن بشوف فعلا انه معاهم حق انا مكرره، او هاي الجمله مش مفهومه، او انا مكرره السؤال على الفقره مرتين فوق وتحت مثلا، هون عن في توعيه اولياء الامور، والبند كله عن اولياء الامور، انا بروح بحط واحده من هدول الفقرات فوق بجزء مثلا الأخلاقيات التوظيف، ما بصير تحت بند أخلاقيات التوظيف بده يكون كل شيء، تحت بند الأمور أولياء الأمور، إذا بسأل عن أولياء الأمور نفس الشيء، إذا بسأل مثلا عن الوضع الأسري على جانب الأسرة، الوضع الصحي كله بده يكون تحت بعضه، ما بده يكون عمالي بروح وباجي. بعدين كمان شغلة تانية من الأشياء اللي بيوقعوا فيها الباحثين، إنه ما براعي خصوصية المفحوصين زي ما قلت لكم، الفقرة بحس المفحوص إنه بتأثر عليه سلبياً، هذا أبداً بدكم تبتعدوا عنه. شغلة تانية ما بزودهم بتعليمات الإجابة، ما بكون واضح شو بدهم يعملوا، وممكن هذا كمان يعدلوا لي إياه المحكمين. ممكن أنا كمان أعطيهم أسئلة مركبة،
إذا كان هيك كيف أنت بدك تجاوب، أو إنه أسئلة مركبة ما بصير، بدها تكون الأسئلة مش مركبة كمان، بدها تكون واضحة، وبدها تكون يعني يعني ما بدها تكون إنها مركبة. يعني لما يجي مثلا المفحوص بده يجاوب بحس إنه سؤال مركب على فقرة، والفقرة مش هيك، ما بده، ما بدها تكون بهاي الطريقة. بدي أبتعد عن هذا الإشي. بدي أبتعد كمان، بدي أوصيكم على شغلة، إنه ما يكون الاستبيان كمان طويل. يعني بدكم تفهموا شغلة، وانتم كمان يعني انا وياكم احنا بنتعرض لاستبيانات مرات. انا بطلع بمسك هيك الاستبيان بقول اوف كل هاي الفقرات بدي اعبيها، ما عنده وقت المفحوص. حاول او حاولي تحطوا الفقرات اللي عن جد لازم ضروري وتجمعوا منها المعلومات، بس ما تكون طويلة لانه المفحوصين رح يزهقوا، وبنفس الوقت هذا رح يخرب لي بالإجابات وما رح تكون في دقة بالإجابات اللي بدي إياها. ما بدها تكون هالقد طويلة. بدي أراعي وقت المفحوص، بدي أراعي كمان يعني لو بدي يقرأ الفقرة مش تكون الفقرة يعني طويلة جدا جدا جدا، لا كمان نفس الإشي. كل هاي الأمور برضو يعني أعضاء هيئة التحكيم بتحكيم الاستبانة بيكونوا قاعدين عمالهم يعني بيقولوا لي عن هذا الإشي، وبينبهوني إنه والله هنا مكررة، هنا طويلة، هنا مبهمة، هنا غير واضحة، هذا مركب، بتحتمل أكثر من إجابة، ممكن يفهمها أكثر من إجابة كل مفحوص. هذا الحكي هو بيحط حاله مكان المفحوص وبيجرب الاستبانة وبيحكي لك لغويا مزبوطة ولا مش مزبوطة، دقيقة ولا مش دقيقة. كمان هلأ لاحظوا كمان لما نيجي إحنا بعد ما نصلح الاستبانة، في عنا هيها هاي الاستبانة في صورتها النهائية، يعني ملحق بحط بالملاحق خطاب التحكيم، الاستبانة في صورتها الأولية، جدول المحكمين، والاستبانة في صورتها الأولية، والاستبانة في صورتها النهائية. وهي اللي في صورتها النهائية اللي وين راحت؟ راحت للمفحوصين. هلأ كمان أعزائي بدكم تنتبهوا على شغلة، ممكن إحنا يعني طريقة، يعني أنا بدي أختار كيف بدي أحصل على الإجابات. هل أنا مثلاً بدي يعني وسيلة إرسال الاستبيان، هل أنا الاستبيان بده يكون عندي إلكتروني ولا بده يكون باليد ولا بده يكون تليفوني؟ هاي شغلة. شغلة تانية بده يكون أنا عندي متابعة، مثلا على سبيل المثال أنا وديت الاستبيانات وصار في بعض الأشياء أثناء إرجاع الاستبيانات، كل هذا بدنا نسجله، لأنه ممكن إحنا نكتب في حدود الدراسة المتعلقة بالحدود الموضوعية اللي لها علاقة بأدوات الدراسة، إنه كانت العينة أنا بدي إياها مثلاً 100، اللي جاوبوا على الأسئلة 50 مفحوص. ممكن كمان أنا أحط في بعض الأشياء بتصير أثناء ما إحنا نشتغل، نكتب إيش بيصير معنا، لأنه بالمناقشة كمان يعني قد تختل النتائج، قد يصير في إشي بالمناقشة لأنه أنا اشتغلت بإيدي وأنا اللي سويت، فبكون بعرف شو اللي عمالي بكتبه. هذا كلياته بعدين بالنهاية بس ينجمع بيروح للمحلل الإحصائي. المحلل الإحصائي أنا بقول له مثلاً بناء على الأسئلة اللي موجودة عندي، أنا بدي انحرافات معيارية، بدي متوسطات، بحسب طبيعة الأسئلة اللي أنتوا حاطينها. إذا كان بحث كمي مثلاً كمان بدي تحليل تباين الأحادي، تحليل تباين الثنائي للمتغيرات، للخصائص الديموغرافية، بدي يعني لازم أكون، لازم تكونوا عارفين، بدي كرونباخ ألفا، بدي أقيس الأداء، الثبات، درجة الثبات، درجة الصدق، صدق المحتوى، كل هاي الأشياء بيكون أنت عمالك بتطلبها من المحلل الإحصائي، والمحلل الإحصائي بالنتيجة عماله بيعطيك إياها. بتمنى أعزائي إنكم أنتم تكونوا استفدتوا من الدرس اللي إحنا خصصناه بهاي القائمة على كيفية كتابة الاستبيان، وإيش الأشياء اللي أنا لازم أراعيها لما بدي أعمل الاستبيان، أعد الاستبيان أو الكويستشنير. وإن شاء زي ما قلت لكم إحنا ما بنقعد بنخترع، إحنا في عنا متغيرات، في عنا أهداف للدراسة، في عنا مشكلتنا البحثية، وهي منها رح تطلع الفقرات اللي انتو اما بتكون استبانة او مقابلة او مقياس. بعدين شغلة ثانية، انتو مرات ممكن تاخدوا استبانة، هاي الاستبانة حدا عاملها،
بحث قبلي، مطلع لها دلالات صدق والثبات، انا باخذها زي ما هي، بس بالمراجع بحط بقول انه انا استعنت بهاي الاستبانه من اماني دغلس مثلا، بوثق رساله اماني وين سوتها وايش دلالات، وانها هي مستخرجت لها دلالات صدق والثبات. هلا اذا انتم قعدتوا الاستبانه، انتم يفترض انكم انتم كمان تطلعوا دلالات صدق وثبات للاستبانة حتى إنها تاخذ صفة الصفة العلمية، حتى إنه ياخذ بحثكم بحث الصفة العلمية. بتمنى إنكم تكونوا استفدتوا من هذا الدرس، وبتمنى إني أكون أنا غطيت الأجزاء المتعلقة بكيفية إعداد الاستبانة. وزي ما قلنا ما ننسى، إحنا دائماً ما نحط في الملاحق كل إشي بتوقع بالملحقات الدراسة، خطاب طلب التحكيم من أعضاء هيئة التدريس اللي بيصححوا لي، وأسماء المحكمين الاستبانة، جدول بنعمل جدول بنحط الاسم، الرتبة العلمية، تخصص الجامعة، بنحط الاستبانة في صورتها الأولية، الاستبانة في صورتها النهائية. وإذا في كتب أنتم مثلا بحسب يعني بدكم لأي وزارة من الوزارات، برضو بده يطلع كتاب تسهيل مهمة الطالب من الجامعة تبعتكم. أعزائي، كانت معكم الدكتورة أمان دبلس، بشوفكم إن شاء الله بدروس جديدة. تحياتي.